وزارة الداخلية المخولة بتنظيم العملية الانتخابية في الكويت أقر وزيرها العمل بلجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة، يهدف من خلال إقرارها ضمان الشفافية وتلافي أي شائبات قد تعطل مراحل العملية الانتخابية. يأتي ذلك في ظل تزايد أعداد المرشحين ليبلغ في اليوم الثاني أكثر من 130 مرشحا بينهم 4 نساء. شكلت اللجنة بقرار من سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مهمتها فحص طلبات الترشيح لجميع من يتقدم، وطبعا تبحث مدى انطباق شروط الترشيح من عدمه، وطبعا اللي طبعا تتوافر في الشروط تقوم بإجازة اللجنة، وطبعا من تتوافر في الشروط تقوم اللجنة طبعا باتخاذ القرار المناسب اللي هي تراه. اللجنة في انتخابات سابقة شطبت طلبات 14 مرشحا في العام 2012 استبعدوا من الانتخابات ليلجأوا إلى القضاء ويطعنوا في صحة الإجراء، ولتحكم بعدها المحكمة بإعادتهم إلى السباق الانتخابي. السابقة الأولى اليوم يجب، السابقة الأولى لا يعتد فيها، فأنت لما تشوف صحيفة الأخ هذا الجنائية فيها جريمة وخلى بالشرف والأمانة على سبيل المثال، هي المحكمة المستعجلة لأنها راح تنظر مسألة الفصل في الاعتراض اللي هو تقدم فيه، اللي هو التظلم، يتظلم من قرار وزارة الداخلية كل تقريبا بنسبة ضخمة جدا، يعني إذا كانوا 10 بنسبة 8 يرجعون، 2 اللي يكون صادر عليها محكام نهائية واضحة. المحكمة الدستورية كانت قد حكمت بعدم دستورية مرسوم الضرورة الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وإبطال العملية التي جرت في العام 2012 وإعادتها مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن. عادل عيدان، العربية، الكويت.